مرحبا، منطل عليكم مثل العادة يوميا بإن فوكس مع أستاذ روجيه زكار. أهلا وسهلا فيك. مرحبا جيال. اليوم كمان رح نحكي عن الترافل انشورنس. أول شيء خبرنا ليه مهم أنه يكون عنا انشورنس بالسفر؟ نحن اليوم بس واحد يسافر، ليه البوالس التأمين يلي بتحكمه بالخارج؟ فاليوم إذا سافرت وصار معك أي عارض أو أي طارئ، إذا ما عندك تأمين سفر بتلاقي حالك إنه ما عم تقدر تتطبق برا، وخصوصا بهذا الوضع بالذات اليوم لازم يكون عندك تأمين سفر، لأنه حتى إذا عندك مصاري بلبنان ما فيك تحوليهم لبرا. طيب ليه بدأ أشتريها من كومن أبليكيشن أنا؟ نعم نحن اليوم فيك أكيد اليوم واحد بيعرف إنه ليشتري بوليسة التأمين عادة هي صعبة، يا بده يشتريها مع مكتب سفريات، يا بده يشتريها من شركة التأمين، يا بده يشتريها بده يروح ويجي. نحن يلي عم نعمله ويلي عم نطلع على العالم خلال هول الحلقات عم نقول لهم انه صار في نوع تأمين جديد يلي معمول عبر التليفون بدون اي مجهود، نحن وقاعدين بالبيت، وهلا رح نشوف كيف بنقدر انه نعمل ترافل انشورنس بكل سهوله. مزبوط. فنحن اليوم هو حال حدا قاعد على البيت بده يعمل بوليس تأمين سفر، كل شيء اللي عنده يعمله انه ينزل تطبيق كومن فور فري وبنقي الاوبشن يلي هو بده اياه. بما انه عم نحكي عن الترافل انشورنس، نحن فتنا على تأمين على السفر. فبنبدا، فنحن هون عم تعطينا التغطيه، هلا في كل الشروطات العامه ومن شركه التامين يلي تصدر بوليسه التامين. بنفوت بننقي باي خانه عمر نحن فيها، اذا رايحين على امريكا او مش رايحين على امريكا، فبيطلعوا دغري معنا الاسعار، بننقي عدد الايام او حتى فينا ناخذ سنه. هل هيدي التغطيه بتشمل كل انحاء العالم؟ في كل البلدان؟ كل بلدان العالم. وحالة شخص فيه عملها من اي بلد كان في امن، طالما هو خارج من بلد اللي هو مقيم فيه. فنحن بس يلي عليه يعملوا انه يعبي المعلومات الشخصيه تبعيته. وهون يلي ذكرناه انه كمان صار فيه ياخذ تغطيات اضافيه. هلا بدنا نلفت النظر انه ما في وقت محدد فينا قبل ما نسافر بخمس دقائق، هذا الشيء لفت لي نظري كمان بالموضوع. مزبوط، فينا نعمله قبل بخمس دقائق والبوليس بتوصل بعد ثواني. النسخه الاصليه على التليفون، على التليفون بتطبعيها وبتقدميها للسفاره او بتبعتي لهم اياها بالايميل. يعني شو بدنا نحكي لنحكي عن ابلكيشن كومن؟ سهله الاستعمال باسعار خياليه، وفيكم انتم موجودين بالبيت تنزلوا هذا الابلكيشن اكيد فور فري، ومن خلالها بتامنوا على اي شيء بيخطر ببالكم. شكرا لك استاذ روجيه على وجودك يوميا معنا، ورح ننهي هلا مع فيديو بيفرجيكم اكثر او بالاحرى بيعلمكم اكثر كيفيه استعمال هذا الابلكيشن.